يلا يا عبد العزيز، يلا يا عبد العزيز السلام، على ما يبدو بأنه اتجه من ميدان الشحانية إلى ميدان تبوك مرورا بأيضا الأجواء المملكة العربية السعودية. ولكن 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 رمعة 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 قادمة في المركز الثاني، عبد الهادي بن خليل الشواني ومربوحة ناصر بن عبد الله المسند وسلوك العمالقة، وتصل ايضا حل لعبد الهادي بن خليل، ولكن الى تبوك الناموس الى عبد العزيز بن سالم العطوي. سلام يا ابو سالم، سلام سلام يا ابو سالم، سلام. عبد العزيز العطوي ينتزع رئيسية ثنايا، رئيسية ثنايا، سلام بو سعود، سلام سلام، وتهانينا لفوز هوايل، اسعد الله مسائك، وتهانينا والناموس لعبد العزيز بن سالم العطوي، سلام. الشهواني الى الناموس، الى الناموس، الى الناموس، الى الناموس. الشوط الرئيسي الاول مع سياف الشهواني، مع سياف الشهواني. الرحب الكعبي يحاول، الرحب الكعبي يحاول. اللحظات الاخيرة، اللحظات الحاسمة. سياف الشهواني، سياف ناصر بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري. اصمد يا سياف، يا سياف، يا سياف، يا سياف. فاز سياف يا اخواني بهذا الشوط الرئيسي، فاز سياف الشهواني. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك سياف ناصر بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري الذي قدم هذا الاسم العملاق وقام راس وانهى الشوط راس. هذا هو شعار لكن دمعة 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 مع الشوط الرئيسي للثنايا العمانيات، مع دمعة مع شعار بن فران ينطلق مع الشوط الرئيسي، يندفع مع دمعة. جابر بن سالم بن جابر بن فران أداة تلقائي بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصا تراك دوامنا تنطلق بهذه اللحظات، بهذا الأداء الكبير، بهذا العرض المميز، تندفع بهذا الأداء الامتيازي. هنا ينطلق جابر بن سالم بن جابر بن فران، سلام يا بن فران، سلام سلام يا جابر، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. جابر بن سالم بن جابر بن فران المركز الثاني خرمز. المحبين من غادر بالعشاق منذ بداية الانطلاق، منذ بداية هذا الشوط، وهو يرسم طريقه نحو الانتصار، نحو الانجاز الكبير، نحو الانجاز المنتظر لجماهير هذا الشعار. مع لوحة الثلاث 100 متر الاخيرة، الله يا المريزيق، الله يا هذا الشعار. مغادر مغادر من غادر مع انطلاقة وتحديات شوط الثنايا القعدان العمانيات. سلام يا مغادر، سلام سلام لشعار المريزيق، سلام لهذا الشعار وإلى حضوره الكبير والملفت للأنظار. سلام يا مغادر، سلام. حمد بن راشد بن حمد بن عوير المريزيق، تهانينا والناموس، المركز الثاني عضيد. على المركز الثاني، ولكن الله ما شاء الله تبارك الله، سندارة على المركز الثالث. هنا في هذه اللحظات تقدم عروضها مع عبد الهادي بن خليل الشهواني، ولكن العاديات 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 ما شاء الله تبارك الله، العاديات العاديات ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. ناموس يا ابن عساكر، ناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار، وهذا الناموس وإلا فلا. ما شاء الله عليها، ما قالها شيء، ما أيضا أصدر أوامرها. هذه العاديات تندفع الدفع التلقائي إلى خط النهاية، وهذا الفوز. تهانينا لحمد بن سالم بن عساكر المري، من قدم لنا العاديات. هذا الشعار بتواجده مع المركز الأول جابر بن سالم بن جبران، تهانينا يا بن جبران.
على فوز معزز وتحقيق للمركز الأول مع الناموس دائما مع الانطلاقات الفولاذية دائما. هذا الشعار يحضر 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 بحضور الأقوياء بحضور الأبطال بحضور المميزين دائما بالانطلاقات الكبيرة. تهانينا يا بن جبران جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري من قدم لنا معزز خاطفا للناموس متوجا بالمركز الأول محققا كلمة الناموس. تهانينا يا بن جبران تهانينا لجماهير هذا الشعار. المركز الثاني وصراه لمريط بن سعيد بن مريط ألف هيد. مضمونة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وابو بريكي هاجم بهداره هداره خطيره هداره خطيره قادمه 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 على المركز الرابع قدوم كبير محمد بن بريك المري اللي قدم لنا هذا الانطلاق من هداره. اللحظات الذهبيه اللحظات الحاسمه اللحظات الاخيره بين الاسماء بين الاسماء ولكن بن جبران والشايبه الشايبه الشايبه الله الله اماني اماني على المركز الأول أماني ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الشايبة الشايبة الشايبة. اللحظات المثيرة عبرت الشايبة عبرت الشايبة في اللحظات القاتلة. يا سلام يا بن جبران جابر بن سالم بن جبران نجومية في نجومية. سلام يا الشايبة سلام. تهانينا لجابر بن سالم بن جبران على فوز الشايبة بالمركز الأول بينما ثاني المراكز. محمد بن زايد الخيارين يا سلام الله يا سلام طار القعادين مع الامتار الاخيره مع الامتار المجنونه مبلش والذيب الامتار الاخيره الامتار الخطيره معركه ثنائيه ولكن مبلش مبلش عاد الى الصداره عاد الى المركز الاول ينطلق مع البدايه ايضا الذيب حاضر في هذا الانطلاق. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مبلش والذيب مبلش والذيب الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة الله الله مبلش 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 صامد حتى هذه اللحظات خط النهاية هو الفيصل ولكن مبلش مبلش يخطف الناموس والانتصار. سلام بن جبران سلام على هذا الأداء المميز والكبير اللي قدمه مبلش. تهانينا لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري المركز الثاني. انطلق بالمسكة وحضرت في آخر الأمتار محقق الناموس والانتصار. هذه المسك الحاضرة خالط زين جوهرها قبالينها مالها في جميع الجيش كله نديد مثل شيهانة اللمت جناحينها اطلب ان الحمام وفرق ان عديد. شكرا ايها الجبن جبران شكرا ايها الكبير شكرا ايها الخطير من حقق ناموس هذا الشوط بكل جدارة بكل استحقاق بكل اقتدار بكل عرض لافت للانظار. هكذا حضور الكبار في آخر الأمتار. تهانينا والناموس لمالك المسك جابر بن سالم بن جابر بن جبران من حقق هذا الفوز. وابل انطلق على البداية الأولى وعلى الصدارة شعار سالم بن جابر بن جبران الذي يتميز بانطلاقات وابل يحضر على الصدارة الأولى وعلى البداية بدون أوامر بدون تعليمات تذكر على الإطلاق. القادم الشبابي الحاضر الشبابي بشعار سيف بن محمد بن زايد المطوع ولكن خلاص انهى الأمور. انطلق على البداية قدم لنا مستوى جميل ورائع منذ البداية الأولى وهو منطلقا بعرش البداية إلى هذه اللحظة أنهى الأمور وتواجد على الصدارة وقدم لنا مستوى رائع يشكر عليه بن جبران صراحة. تهانينا والف مبروك لمالك وابل سالم بن جابر بن جبران. المركز الثاني لا
الوجود دائما يثبت الوجود، يقدم لنا العنود جابر بن سالم بن جبران المركز الثاني ذرة اوصلت اللي محنا محمد بن مبارك الشواني. اي صراع اي صراع يا الهي يا الهي يا الهي، معركة ثلاثية محنا العنود ذرة 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 ذرة. روح عبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني مع الامتار اخيرة الشواني. محنا محنا اي صراع الله الشواني الشواني، والله حقق الاماني بالفعل تهانينا والناموس. انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منع منع ان العمر غاني يا ما كتابنا ولحنا غدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.